ولا كيلو كباب؟ كيلو كباب. لا كباب طبعا. كباب عشان انا بحب الاكل يعني. ولا ده ولا ده عشان حرام شرعا. اختار كيلو كباب. كيلو كباب طبعا. كيلو ورده اكيد. لا ورده كويس. انا والله بصراحه انا اختار الكيلو كباب احسن. والله هي دي الحاجه الوحيده ما بعرفش اختارها يعني. هو دي اللي بتعقدني اختيار الهدايا. كباب اكيد. لا اكيد كيلو ورده طبعا. وانتي؟ اكيد بوكيل ورد برضه. وحضرتك؟ بوكيل ورد يعني. ايه طيب انتوا كنتوا مرتبطين قبل كده؟ حد فيكم كان مرتبط قبل كده؟ ان شاء الله. كنا. طيب تحب تقول لها ايه الاكس بتاعتك؟ لا مش عايز اقول لها حاجه. ليه؟ لا خلاص اي حاجه. تعالي اكلك كيلو كباب. وانت ممكن ابعت لها رساله من هنا دلوقتي اقول لها انا عازمك في الفالنتاين على كيلو كباب. بس استنى انا اتاكد اسف استنى اشتا الله يسهله. بس كله حب وانت طيب. عليكم من سيبك طبعا.